إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله، وأحسن الهدي هدي محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أسأل الله العظيم رب العرش العظيم بمنه وكرمه وعفوه ولطفه ورحمته أن يجيرني وإياكم منها، إنه ولي ذلك والقادر عليه. عباد الله، فإن الحضارات والأمم والدول لا تقوم إلا على أصلين عظيمين وأمرين كبيرين، ألا وهما الأمانة والعدل. على هاتين الأصلين العظيمين قامت الأمم وقامت الحضارات وقامت الدول. أخرج البخاري ومسلم من حديث حذيفة رضي الله عنه، حذيفة رضي الله عنه يروي عن النبي صلى الله عليه وسلم حديثا عظيما يبين فيه أمرا عظيما من هذين الأمرين اللذين ذكرتهما، ألا وهما الأمانة والعدل. يقول حذيفة: حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بحديثين، فأنا أنظر إلى أحدهما وأنتظر الآخر، أي أنه عاصر وقوع الأول وهو ينتظر وقوع الآخر الذي أخبر عنه صلى الله عليه وسلم. يقول حذيفة: حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن الأمانة نزلت في جذر قلوب الرجال، ثم علموا من القرآن، ثم علموا من السنة. يقول: ثم قال صلى الله عليه وسلم: ثم ينام الرجل النومة فتقبض الأمانة من قلبه. يخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن من أشراط الساعة أن تنزع الأمانة من قلوب الرجال. فيقول علماؤنا: دل على أن حديث النبي صلى الله عليه وسلم قوله أن الأمانة نزلت في جذر قلوب الرجال، ثم ذكر النبي صلى الله عليه وسلم القرآن ثم السنة، دل على أن الأمانة هي الأصل، وأنها نزلت قبل القرآن والسنة، لأنها بها كما قلنا تقوم الأمم وتقوم الحضارات وتقوم الدول. فأخبر النبي صلى الله عليه وسلم، وهذه من معجزاته، أن الأمانة في آخر الزمان ومن أشراط الساعة تنزع من قلوب الرجال. فيقول صلى الله عليه وسلم أن الرجل ينام النوم فتقبض الأمانة من قلبه. يقول حذيفة: هذا الفرق الذي بيننا وبين أولئك الأوائل، كانت الأمانة في جذور قلوبهم، كانت الأمانة ثابتة
في قلوبهم وفي عقيدتهم، فملكوا الأرض بتلك الأمانة التي صانوها، لأن الله سبحانه وتعالى أمر بصيانتها وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم بالعقاب والعذاب الأليم لمن خانها ولمن لم يلقي لها بالا ولمن لم يؤدها حقها. فكان حذيفة يقول ويبين الفرق الذي بيننا وبينهم، يقول: كنا نخرج من الألف رجلا غير سوي، أي رجلا لا أمانة له، وأما نحن في زماننا فنخرج الرجل الأمين من بين الألف. ألا يقال كما أخبر حذيفة عن النبي صلى الله عليه وسلم حتى يقال أن في بني فلان رجلا أمينا؟ ألا يقال في زماننا الذي أخبر عنه صلى الله عليه وسلم أن في ذاك المكان أو في تلك القبيلة أو في تلك المنطقة رجلاً واحداً أميناً؟ كل ذلك من معجزاته صلى الله عليه وسلم. أخبر النبي صلى الله عليه وسلم على السنوات الخداعات التي يقلب فيها الحقائق ويخدع فيها الناس، قال: سيأتي على الناس سنوات خداعات يصدق فيها الكاذب ويكذب فيها الصادق ويؤتمن فيها الخائن ويخون فيها الأمين وينطلق فيها الرويبضة. وأسأل النبي صلى الله عليه وسلم عن الرويبضة، فقال صلى الله عليه وسلم: الرجل التافه الذي يتكلم في أمور العامة، الذي يتكلم في أمور العظام التي تخص الناس وتخص عامة الناس. أليس هذا قد وقع فينا كما أخبر صلى الله عليه وسلم؟ وقد حذر النبي صلى الله عليه وسلم من خيانة الأمانة وجعلها من صفات المنافقين، فقال صلى الله عليه وسلم: وإذا اؤتمن خان، أي تلك الأمانة. وأخبر صلى الله عليه وسلم عندما جاءه رجل أعرابي فسأل النبي صلى الله عليه وسلم فقال: متى الساعة؟ فأخبر النبي صلى الله عليه وسلم: إذا وسد الأمر إلى غير أهله فانتظر الساعة. فيقول علماؤنا في معنى أن يوسد الأمر إلى غير أهله، قالوا: إما أن يكون هو ليس أهلاً لذلك، أو أنه يخون تلك الأمانة التي وسدت إليه. قد يكون رجلاً صاحب هذا المنصب أو صاحب تلك المكانة أهلاً لها، لكنه يخون تلك الأمانة، فينطبق عليه حديث النبي صلى الله عليه وسلم. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم صل على محمد وآل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وآل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. وقد استعاد النبي صلى الله عليه وسلم كما أخبر أبو هريرة رضي الله عنه في الحديث الذي أخرجه أبو داود، أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول: اللهم إني أعوذ بك من الجوع فإنه بئس الضجيع، وأعوذ بك من الخيانة فإنها بئسة البطانة. فكان النبي صلى الله عليه وسلم يستعيذ من الخيانة، لأن الخيانة خيانة الأمانة، لها العذاب الأليم الذي توعد الله سبحانه وتعالى به وتوعد له النبي صلى الله عليه وسلم. قال الله سبحانه وتعالى: إن الله يأمركم
أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها. ثم ذكر الأصل الآخر: وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل. فالأمانة كما يقول علماؤنا أن تؤديها في هذه الآية، أن تؤديها سواء كنت في منصب عال أو في منصب أدنى ثم منصب أدنى، فأينما كنت وجب عليك أداء تلك الأمانة، وسواء كنت في بلدك أو خارج بلدك. هذا دين الله سبحانه وتعالى، يجب أن تعمل به أينما كنت وأينما حللت وأينما نزلت وفي أي مكان. لا تقول كل الناس هكذا فأنا معهم، وهل سيشفع عنك أولئك الناس الذين خانوا الأمانة والذين وقعوا في الغلط ووقعوا في الخطأ؟ لا يشفع عنك ولا تشفع عنهم. وجب عليك أن تؤدي تلك الأمانة التي وسدت لك والتي أعطيت لك. قال الله سبحانه وتعالى في بيان الأصل الثاني ألا وهو العدل، قال: يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين بالقسط شهداء لله. الإقامة إقامة العدل، وأن يكون حكمك عادل بين الناس وبين اثنين. ثم أخبر الله سبحانه وتعالى: ولو على أنفسكم ولو على نفسك عليك أن تشهد الحق أو الوالدين والأقربين. وسواء كان هذا على أبوك وأمك أو على أقربائك، وجب عليك أن تشهد بالحق وأن تحكم بالعدل كما أمر الله سبحانه وتعالى. ثم أخبر الله سبحانه وتعالى للذين لا يحكمون بالعدل أنهم يتبعون أهواءهم. لما حاز وذهب وانحرف عن الحق وحاد عنه إلا اتباعاً لهواه؟ فيخبر الله سبحانه وتعالى بأنه سبحانه وتعالى خبير بما تعملون، وسيجازيكم ما اقترفتم من خيانة الأمانة ومن عدم حكمكم بين الناس بالعدل. فالواجب على العبد المسلم أن يصون تلك الأمانة وأن يحافظ عليها وأن يؤديها، لا يحسبن أن الله سبحانه وتعالى ليس سائلاً عنها وليس أنه واقف بين يديه وسيسأله عن تلك الأمانة ويسأله عما حكم بين الناس. فإنه واقف بين يدي الله سبحانه وتعالى، فإن كان خيراً فهو خير، وإن كان شراً نعوذ بالله منه فسيلقى ذلك الشر الذي جناه بما اقترفه في الدنيا. فنسأله سبحانه وتعالى أن نعطي الأمانة حقها وأن نحكم بين الناس بالعدل، ونسأله سبحانه وتعالى أن يجيرنا من النار وأن يدخلنا الجنة. اللهم لا تدع لنا في مقامنا هذا ذنباً إلا غفرته، ولا همّا إلا فرّجته، ولا مريضاً إلا شفيته، ولا ديناً إلا قضيته، ولا حاجة من حوائج الدنيا هي لك رضاً ولنا فيها صلاح إلا قضيتها وأعنتنا على قضائها يا أرحم الراحمين. اللهم انصر الإسلام في كل مكان، اللهم انصر المسلمين في كل مكان، اللهم اجعل هذا البلد آمناً مستقراً وسائر بلاد المسلمين. اللهم وفق أمير البلاد وحكام المسلمين للعمل بكتابك وسنة نبيك الكريم، وآخر دعوانا إن الحمد لله رب العالمين.